السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي خير وفي صحه وفي سلامه وسعاده. هنتعرف سريعا كده على اسعار السوق النهارده. النهارده السبت اول الاسبوع، تمام، بدايه شهر 10، يعني بكره 1/10. نتعرف سريعا كده على الاسعار. البلح الجميل دوت الكيلو ب15، الجوافه العسل دي الكيلو ب10، الملوخيه الاثنين ب5، الفاصوليا الخضراء بصوا تعرفوها ازاي، ما تطقطق معاكم كده تعرفوها صبحه وجميله، عشان انا بعمل مسقعه النهارده. اقلب البتنجان كده ونتعرف كده زاويا كده على طول على الاسعار الجميله بتاعتنا دي. البطاطا الحلوه العسل الجميله دي الاثنين كيلو ب10، بحب اعملها كده بقى الشتا داخله والاولاد بيحبوا البطاطا وبيحبوا الحاجه الايه الدفى كده بالليل ومغذيه وحلوه، يعني بصراحه الاسعار النهارده عجبتني، تمام. حط بس البتنجال كده، نعمل شويه مسقعه النهارده حلوين كده. بحب اليوم اللي بروح فيه السوق بعمل اكله خفيفه، اليوم اللي بخليه للسوق بروح فيه السوق بعمل ايه اكله خفيفه، مسقعه، نفتح علبتين تونه، نجيب سمك مشوي. اليوم اللي بروح فيه السوق بيبقى متعب شويه. الطماطم الجميله ديت الكيلو ب12 جنيه وب15، انا بجيب جبت من ام 15، ام 12 ممكن ارمي منها كتير فبقول لا دي اوفر لي واحسن لي. كل واحد بقى ايه وحسب امكانياته وحسب ظروفه، يعني الحمد لله الحمد لله ربنا يرخي يا رب قوت المسلمين وقوت الناس كلها. الفلفل العسل دوت انا عندي فلفل في الثلاجه فجبت شويه دول للمسقعه وكده حسبتهم لي ب5 جنيه. البصل النهارده ب23، البصل ب23، ودخلت السوق جوه شويه بقيت ب24 ب25، يعني كل تاجر بيبيع ايه بمزاجه وزي ما هو عايز، تمام. فاحنا نلف في السوق شويه كده وبعد كده نشتري. البطاطس الجميله ديت تحمير الكيلو ب12 جنيه. ايه رايكم بقى في المشتريات بتاعه النهارده؟ خفيف خفيف. والبتنجان الجميل دوت جايبه بتنجانيه كده كبيره 2 كيلو حسبتها لي ب5 جنيه، انا ما اعرفش الكيلو بكام البتنجان بس هي ما شاء الله عليها ممكن تكون كيلوين. انا بحب اجيب بتنجانيه هي واحده بس، تمام. نقلب بس ايه البتنجان بتاع المسقعه بتاعتنا، هقلب البتنجان وبعدين اغير الزيت عشان اقلب البطاطس. بحب اقلي البطاطس كده على نار ايه هاديه ورايقه. يا رب تكونوا استفدتوا معانا ولو بحاجه بسيطه كده بالاسعار بتاعه النهارده، ويا رب يرخي القوت بتاعنا وبتاع الناس كلها يا رب، اللهم امين يا رب العالمين.